ارتبط عمل محرم بالسينما بتغيير اسمه من محرم حسين إلى محرم فؤاد بناء على رغبة عبد الوهاب والمخرج هنري بركات الذي كان يريد تغيير الاسم كاملا، لأن محرم أصر على تغيير الاسم الثاني فقط. عمل فترة في السينما اللبنانية ثم عاد إلى مصر، غنى ألحان الملحنين الكبار مثل رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد الموجي، بليغ حمدي والسيد مكاوي، ولحن لنفسه أغاني مثل غدارين وغيرها من الأغاني.